والله هذه الصيغة وهذه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إنها معجزة. اللي بداوي إني تجردت من حولي وقوتي ولجأت إلى حولك وقوتك، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي. اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك أواها منيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. كيفكم حبيباتي؟ طمنوني عنكم، يا رب دائما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام وأمان ورضا ورضوان من الله عز وجل. ويا رب اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويا رب اجعلنا من عبادك الصالحين الذين تتولاهم سبحانك وأنت تتولى الصالحين. ويا رب أعطي كل من طلب مننا الدعاء في هذه القناة وكل من يسمعنا الآن وكل من يؤمل على دعائنا، يا رب أعطيه سؤله وأكثر مما يرجوه منك يا رب العالمين في الدنيا والآخرة، عاجلا غير آجل، واجعل لهم دعوة لا ترد كفلق الصبح يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القصة لكم أنتم يا أهل سورة البقرة، ولا أزكيكم على الله، يا أغلى وأحب الناس إلى قلبي أهل سورة البقرة، أهل البركة والخير، أهل الثقة بالله عز وجل، وأهل اليقين بالله عز وجل. كل من سألتني هل سورة البقرة تشفي بإذن الله من السحر أم هي للتحصين فقط، اسمعي، هذه المعجزات معجزات سورة البقرة مع الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية. بإذن الله سيثبت قلبك ربي سبحانه وتعالى بهذه القصة، سيزيد إيمانك بالله ويقينك بالله وأملك بالله. أيوة، لكل وحدة بدأت والتزمت بسورة البقرة وشياطين الإنس والجن عم يحاولوا يثبطوها عن هذه السورة العظيمة. أيوة نعم، تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قراءتك لسورة البقرة بالصلاة الإبراهيمية. ما هي الصلاة الإبراهيمية؟ الصلاة اللي نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بها في صلواتنا، لا تقبل الصلاة من دونها، صلاة موقوفة. يعني ما بنقدر نحن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاتنا المفروضة وفي أي صلاة، لا نستطيع أن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بأي صيغة إلا بهذه الصيغة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله هذه الصيغة وهذه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إنها معجزة. اللي بيداوم عليها ربي سبحانه وتعالى يفرج عنه ويبشره سبحانه وتعالى بخيرات وبركات عجيبة، يفرج الله عنه من حيث لا يحتسب. والله قصتين داوموا أخوات معنا، داوموا على سورة البقرة مع الصلاة الإبراهيمية. واحدة فيهم كانت تعاني من مشاكل بحياة الزوجية، مشاكل كل يوم تتصل على أختها وتبكي، بتقول له عندي وعندي وزوجي عمل لي وأم زوجي وأخوات ومشاكل لا تتوقف كل يوم. قالت لأختها نصيحة، وأختها معنا من الأخوات ما شاء الله عليهم المداومات على سورة البقرة، ربي سبحانه وتعالى يفرج عنها وبإذن الله قريبا ستحكي لي قصتها هي. وعدتني قالت لي آلاء في بشائر كتير حلوة بس مستني بإذن الله أوصل لك إياها يعني بشكل كامل. الله يحفظها ويتمم لها على خير
ويزيد من فضله ويزيدكم جميعا من فضله يا رب العالمين، ويثبتكم على خير ما يحب ويرضى. قلت لها يا أختي لا تشكيلي، روحي التزمي بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مع سورة البقرة وزيدي من النوافل، يعني تقربي إلى الله سبحانه وتعالى واشتكي إلى الله، ولا تتوقفي عن الصلاة الإبراهيمية. فأهلي بالفعل ما شاء الله تبارك الله أهلي عملت بنصيحتي، صارت طول الوقت أهلي عم تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ملتزمة بسورة البقرة كل يوم، ولا تتوقف عن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية طوال اليوم. أهلي حتى على فرشتها، يعني حتى هي قاعدة على سريرها، حتى هي تعبانة، حتى هي معزورة، حتى هي ما لا قادرة تسوي شيء، قالت لي لو كانت تعبانة، لو ما قادرة تسوي شيء، لو مشاكل بينها وبين زوجها، شو ما صار قالت لي ماسك الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية. فأتتها البشارة من الله، قالت لي رأت كأنما صوت يكلمها ويبشرها. هي طبعا هذه البنت صاحبة القصة توفى والدها الله يرحمه يا ربي رحمة واسعة، فكانت الآن أبوها فين؟ أبوها بالجنة؟ أبوها بخير؟ نفسها بس تعرف مكانة أبوها، هل هو بخير؟ هل هو في الجنة؟ فهذا الصوت سمعته يقول أن والدك يسلم عليك ويبشرك أنه أبوك بالجنة بجنات النعيم، ووصل لها رسالة من أبوها إلها شو تعمل لكل وحدة من أخواتها، صار يوصيها يوصل لها وصايا من والدها شو لازم تعمل هي وأخواتها، وبشرها قال إذا أنت حابة تشوفي الرسول صلى الله عليه وسلم في رؤياك فأكملي بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية، وبشره إنه زوجك حيرجع لك وحيوقف معك تمسكي فيه أكثر، هذا الرجال خير كتير إليك وحيبقى معك إن شاء الله ويوقف معك بمواقف صعبة وكبيرة بحياتك، وإنه أم زوجك هترجع تحكي معك، مع إنه هي مقاطعة يعني أم زوجها مقاطعتها ما بتحكي معها، اللي اطمئني بإذن الله حترجع لك وتحبك وتحكي معك وترجع إن شاء الله أموركم بكل خير، لكن استمري بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية. أول ما شافت هذا الشيء حكت معي، أرسلت لي رسالة صوتية قالت لي ألا بشرك هيك هيك هيك. فسبحان الله أخواتي لا تقنطوا من رحمة الله، لو أنت ماسك صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ومداومة عليها وإلى الآن ما رأيت الفرج كما تريدين، انتظري ففرج الله قريب منك بإذن الله. كل ما تثبتي اعرفي أنك مع الله، كل ما تبتعدي اعرفي أنك أنت بعدتي عن رب العالمين، فخليكي ثابتة ويقينك بالله أنه الله حيفرج عنك، وأن الله رغم ابتلائك وهذا الامتحان الذي تمرين به بأي مشكلة بحياتك سواء مرض أو مشكلة عائلية أو مشكلة بحياتك المهنية أو أي مشكلة في حياتك حتى في أبسط الأمور، أوقني بالله أنه الله سبحانه وتعالى سيبدل حالك من حال إلى خير حال بإذن الله، إن ثبتتي على قرآنك وعبادتك وذكرك وتقربك إليه سبحانه وتعالى. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أخواتي بالصيغة الإبراهيمية لها عجائب. والبشارة الثانية أخواتي لأخت كانت مصابة بسحر تفريق بينها وبين زوجها، وربي سبحانه وتعالى ردل زوجها وفك السحر عنها بالتزامها بسورة البقرة مع الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية. قالت لي كان لساني لا يفتر عن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية، لا بالليل ولا بالنهار ولا بوقتي أنا قاعدة عم اشتغل بيتي ولا وين ما كنت، لساني لا يفتر عن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية. وربي سبحانه وتعالى أراها رؤيا، أين السحر ومين عمل لها السحر؟ أبطل السحر ربي سبحانه وتعالى وهي في الرؤية،
يعني مو بس لقيت مكان السحر، وين قاعد السحر؟ إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. شوفي سبحان الله، ربي أبطل السحر وهي في الرؤية، قامت من نومها ربي سبحانه وتعالى فرج عنها ورفع عنها هذا السحر، مع أنه كان سحر تفريق بينها وبين زوجها، لا تستطيع أن تجلس معه ولا تشوفه ولا تقعد معه، وهو كذلك، وكانت حياته جحيم. ربي سبحانه وتعالى أبدل حياتها خير وبركة، هي الآن مع زوجها. الله يحفظهم يا رب، والله يثبتهم، الله يحميهم، والله يرفع السحر عن كل مسحور، ويبطل السحر عن كل مسحور يا رب العالمين. وهذه القصة أخواتي رد لوحدة سألتني سؤال، قالت لي هل سورة البقرة تنفع للشفاء من السحر؟ نعم حبيبتي. هل سورة البقرة فقط للتحصين؟ لا، سورة البقرة بإذن الله شفاء أخواتي من السحر والعين والحسد والأمراض كلها، وهداية بإذن الله لك في كل أمر من حياتك، وتكره في قلبك للمعصية، بتكرهي المعصية، بتكرهي ترجعي لها، بتكرهي تنظري للحرام، بتكرهي أهل المعصية. سبحان الله، بصير بقلبك محبة لله وإقدام على الطاعة بإذن الله، وبركة بوقتك وخيرك. لكن إن كنت موقنة بالله، وإن كنت وإنت تقرئين البقرة، أنت تسألين الله، وأنت تستغيثي بالله سبحانه وتعالى، وتستجيري بالله من كل بلاء يمر بك. لكن اللي بيقرأ سورة البقرة وهو لا يعمل بالقرآن، وهي تارك صلاة، أو عم تسمع أغاني، أو قاعدة على مسلسلات، أو ملهيات المعاصي، يعني المعاصي المحرمة اللي هي واضحة، الحلال بين والحرام بين، ما في داعي نقول هذا حلال هذا حرام، حرام أنا أعمل هيك، حرام سوي هيك، واضح. الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذه الحالة كمان، الذنوب الخفية، الخفايا هذه، هذه اللي بتخليكي والعياذ بالله، هذه الذنوب اللي بتضيع لك حتى عبادتك، وبتنكسك والعياذ بالله عن الطاعة، وتبعدك على الله سبحانه وتعالى، وتصيبك بالفتور، كل هذه ذنوب الخلوات والعياذ بالله. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فلا تقولي فلان بتعمل وفلان بتسوي وليك عايشة حياتها. أصحك أصحي، هذا أكبر غلط، إنك تبدأي بالطاعة وتقولي معلش لو بقيت على المعصية. لا يمكن، لا يجتمع نور مع ظلام أبدا. في قلب مؤمن، قلبك طهري من المعاصي، وابدأ الطاعة، واثبتي على الطاعة، اثبتي اثبتي، وحاولي تزيدي من الطاعة، وحاولي تعرفي أكثر عن العبادات، وتقربي إلى الله سبحانه وتعالى بذكره والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والتسبيح والقرآن، وردك من القرآن لا تتركيه، وصلاتك قبل كل شيء، على وقتها حتشوفي خيرات كبيرة بإذن الله، حتنالي نفع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. حطيها ببالك، هدى للمتقين، لا ينتفع بالقرآن إلا العامل بالقرآن. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا يا رب العالمين من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، ويجعلنا جميعا من أهل سورة البقرة، من أهل البركة والخير، وصية حبيبنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. ويا رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ودمتم أخواتي في رعاية الله وحفظه. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع من تحبون، عسى الله أن يجعل لكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقكم من حيث لا تحتسبون، ويعطيكم حتى يرضيكم، ويجبركم جبرا
تعجب له أهل السماوات والأرض يا رب العالمين. أحبكم في الله أخواتي، وأتمنى لكم الخير دائما. لا تنسوني من دعائكم وأنتم دائما في دعائي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.